تو وصلنا معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية وبتبدأ تغطيتنا الحين. وقبل ما نبدأ حواطة لزوم إننا نتبخر ونتعطر. صرنا قسم الصقور وتصورنا وياهم، ويمكن ها أكثر مكان راح تستانسون فيه، واخذينا وضاح ويانا يشاركنا الجولة. هالمعرض موفرين لكم كل أغراض الرحلات والتخييم. ولمحبين الكرك هالقسم حقكم، بتلاقون فيه كل الأدوات. وين نشوف العرض السعودي، وما يخلى المعرض من الجواد العربي الأصيل. والمعرض يتميز بالتنوع الثقافي، فشي وايد دول مشاركة تعرض ملابس الصيد والفروسية، وغير أنه بعد يبيعون مخاوير وأقمشة وعطور. وني القسم الإبداع، اتأملوا وياي هاللوح الفنية. والحلو أن أغلب المشاركين مواطنين. وحق عشاق البر والعراقيب، تعالوا شوفوا وياي هالسيائير. وينا لنهاية التغطية، لحقوا على المعرض لأنه راح ينتهي يوم الأحد 8 سبتمبر.